بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب يونو لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم تعبان شوي الصوت، يعني ها يلا يطلع، لذلك بتكلم شوي شوي وإن شاء الله يعني توصلكم الفكرة. اليوم إن شاء الله بتكلم عن كيف نثبت ويب سيرفر كامل. أوكي، طبعا احنا تكلمنا قبل عن السيرفر المحلي اللي هو الزامب أو الإكس زامب، تمام، في رابط تحت لو اللي حاب يحمل الزامب إكس زامب موجود تحت. لكن ليش ما تحمل الزام؟ ليش تاخذ هذا؟ انا اقول لك الميزات الاكثر اذا استخدمت ويب سيرفر كامل من مستودعات التوزيع على استخدامه. اول شيء بيكون عندك كل البرامج الخاصه بالويب محدثه، تمام، لان راح تجيك من المستودعات نفسها، على عكس الزام قديم اصلا، تمام، ما ادري 2011 او يمكن قبل، تمام. هذه شغله. الشغله الثانيه انه امكانيات الزامب اقل من امكانيات اللي هي الويب سيرفر كامل. اوكي، فانت مثلا بالزامب في ميزه واحده انك لما تنزل الزامب يكون عندك حزمه واحده تنزله وتشغله وخلاص، لكن هذا الميزه طبعا، على عكس اللي راح اتكلم عنه اليوم. اليوم راح نحمل كل حزمه بوحده، بي اتش بي، ماي اس كيو ال او ماريا دي بي، وش عندنا بعد؟ عندنا الاباتشي سيرفر، وفي عندك البي اتش بي ماي ادمن. اوكي، يعني اكيد تحتاجه، بعض الناس ما يحتاجه، تمام. هذا راح نسويه اليوم. فلما نركب الحزم هذه مع بعض على سيرفر معين، امكانيات السيرفر او امكانيات الويب سيرفر تكون اعلى. ليش؟ لان كل واحده لها خصائص مستقله وكل حزمه لها تخصيص، شغلات جميله زي هذه واسهل، تمام. فكره شوي غريبه على بعض الناس لانه ما يدرون، لكن الويب سيرفر بشكل عام حق الويب بيشتغل بالطريقه هذه، ما يشتغل على الزامب. فانت اذا بتحصل على سيرفر ويب تجرب عليه والى اخره، هذا هو. شغله ثانيه انه اذا كان عندك شركه، مؤسسه، مدرسه، ايا كان، وفي عندك تطبيق بي اتش بي، يفترض تشغله بالطريقه هذه على سيرفر لينكس وتعيش حياتك. خلونا نشوف ايش راح نسوي وايش راح نتكلم عنه اليوم. اوكي، عدنا. طبعا طاحت حلاوتي، خلنا اوقف شوي. صراحه انا ما ادري وين راحت الحلاوه، يعني ما بقعد ادور، طاحت تحت. اصبر شوي، هذا علشان عارف اتكلم، لحظه. طيب راح نحمل الحزم اللي هي المطلوبه، لكن في كل توزيعه في حزم تختلف. جمعت اسماء الحزم كالتالي، طبعا هذا النص موجود تحت الفيديو، لكن يعني عشان تعرف الفرق، الحزم المطلوبه ثابته على التوزيعات الديبيانيه حاليا، طبعا يمكن تغير بعدين، لكن حاليا راح تركب بي اتش بي 5 ماي اس كيو ال، بي اتش بي ماي ادمن، واباتشي 2، هذه الديبيانيات. بالنسبه للارتشن اكس بي اتش بي فقط، اسم التوزيع واسم الحزمه بي اتش بي. في عندك ماريا دي بي على الارتش محدثه، راح تستخدم ماريا دي بي، ما راح تستخدم ماي اس كيو ال. في عندك بي اتش بي ماي ادمن، في عندك اباتشي فقط، تمام. هذا بالنسبه للارتش لينكس. فدوره بي اتش بي ماي اس كيو ال او ماريا دي بي، انا حصلت اثنين بالمستودع، وبي اتش بي ماي ادمن، وفي عندك بدايه اتش تي دي بي دي. فعلي لحظه شوي، الظاهر الشاهي ارحم من هذه، صح؟ اللي متعود على اداره السيرفرات والمواقع راح يحصل اتش تي دي بي دي موجوده هناك، اغلب مستخدمون السنتوس. اوكي، اوبن زوزا فيها فرق ايضا، بي اتش بي 5، ماريا دي بي، بي اتش بي ماي ادمن، واباتشي 2. طبعا هذه زوزا 12.3. طيب كيف نثبت البرامج؟ وكل توزيع على طريقه تثبيت برامج عموما، شوف التوزيع اللي تناسبك والرابط اللي تحت، شوف طريقه تثبيت البرامج. اوكي، انا راح اثبت على دبيان بالطريقه هذه، سودو apt get install، راح نثبت التالي install، تمام. راح نثبت بي اتش بي 5، اركب ماي اس كيو ال، تمام، ماي اس كيو ال سيرفر طبعا، وراح اركب ايش بعد؟ بي اتش بي ماي ادمن، تمام، اباتشي. اوكي، اباتشي 2، انتر، تعطيه الباسورد حقك، تضغط انتر. اوكي، تقول له اوكي، خليه يثبت بعض الحزام، تمام. طبعا بعد تثبيت السيرفر، انا ما ادري اذا طلع لي اعدادات ولا لا، اللي مسوي اعدادات قبل، راح تجيك اعدادات، شيء يسالك عن الرقم السري، باسورد مستخدم، يعني ماي اس كيو ال له باسورد معين، يفترض ان باسورداتك كلها واحده عشان ما تضيع بعدين، تمام، الا اذا كنت واحد ما ينسى بكيفك، لكن انصحك تحط باسورداتك كلها متشابهه. اوكي، خاصه للسيرفر هذا، انك راح تضيع، يعني بتحصل هذا عليه باسورد وهذا عليه باسورد، خل باسورداتك واحده واستريح، تمام. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية إنه اضبط تصاريحك علشان يزبط موضوع الشغل عندك، بس هذا اللي راح أسويه.
راح ننتظر لحد ما نخلص. نوقف شوي عشان نخلص. جميل، جات الاعدادات. طبعا هذا يسألك عن اللي هو باي اس كيو سيرفر، راح اطلع اوكي، راح اقول حط باسورد. حط باسورد ما تنساه، حط زي باسوردك العادي عشان ما تضيع. تمام اوكي، هذا باسورد. تضغط تاب عشان تنزل تحت، تضغط على اوكي، يقول حط الباسورد مره ثانيه، هذا الباسورد اوكي. راح يقول ايش تستخدم لل HTTP، اباتشي ولا لايت HTTPD. طبعا اباتشي يفضل. تمام، ولين اصلا حملنا اباتشي، فخلنا نستخدم اباتشي. اوكي هذا ماش كيو ال، ما ادري اتش بي ما ادمن، اعتقد يطلب باسورد. اوكي اذا لما حاب تتصل بقواعد البيانات راح تستخدم الباسورد اللي قبل شوي، اسم المستخدم روت، والباسورد اللي حطيته قبل شوي اللي هو باسورد، يعني ما بيقول لك وش هو باسوردي. تمام، هذا راح تسويه. راح نشوف الحين نسوي مثال بسيط وين نلقى الملفات وكيف نشغل ملفات البي اتش بي. طيب وصلنا هنا الى اللي هو بي اتش بي ادمن، راح نضغط على التاب ثم نضغط على اوكي، نضغط على اوكي. تمام، كونفيجر داتابيس الى اخره يس. تمام، هنا يطلب منك الباسورد حق شو اسمه المستخدم اللي يدخل على البي اتش بي ادمن. حط نفس باسورد عندك عشان ما تضيع. نفسه اوكي، راح نلف الباسورد القديم، راح نحط باسوردي. طبعا اول باسورد طلبه هو باسورد ماي اس كيو ال، او باسوردي انا. تمام، ثم طلب اللي هو باسورد حق بي اتش بي ادمن، نضغط على اوكي. اوكي يقول لك ايرور كان نوت كونكت تو لوكال ماي اس كيو ال سيرفر. ما عندك مشكله، اسحب عليه. اوكي تمام، نسوي ريتراي. طبعا راح يقول ايرور بسبب اني اساسا ثبت السيرفر قبل. اوكي راح نسوي له سكيب ابورت. تمام، اجنور. طيب الحين نجرب. طبعا في عندك خدمات لازم تشغلها، راح تكتب سودو سيرفيس اباتشي تو ريستارت، تاكد ان اباتشي يشتغل. الاباتشي هو الخاص بتشغيل الروابط، عشان توصل للموقع او للملف عن طريق المتصفح لازم تشغل اباتشي. اوكي ماي اس كيو ال ريستارت، تشيك فور تيبلز نيد تو انا بجريد الى الاخره. طيب راح نشوف الحين، نجي هنا هذا متصفح، اكتب لوكال هوست انتر. اوكي ها دريت ولا رافض تو عشان برايفوكسي. راح اجي هنا واروح للبلي هذا واطفيه. بريفرنسز طبعا لو كنت تستخدم اللي هو برايفوكسي ممكن تعطله من هنا. وين راحت النتورك؟ اوكي انتر. طيب اشتغل ماشي، هذا هو اللوكال هوست. طبعا انا عندي ملفات اساسا في اللوكال هوست، لكن يفترض يعطيك رساله انه يقول لك ات وركس بس. طيب في باقي شغله واحده لازم نسويها مهمه جدا، تكتب سودو تشينج مود 777 var www. تمام، ليش؟ عشان تصير عندك انت امكانيه تكتب بالمجلد هذا، مجلد www هذا تحط فيه ملفات البي اتش بي حقك. اوكي نضغط انتر. راح نسوي اختصار الحين، نكتب ln s ثم var www. راح نحط مجلد المستخدم حقنا www انتر. اوكي الحين لو فتحت مجلد الهوم عندك، اوكي وين راح مجلد الهوم؟ www وين راح؟ هذا www ماشي. لاحظ ان هذا هو المجلد حق، يعني نجرب عليها اول شيء. نحط اندكس مثلا، نكتب اندكس دوت بي اتش بي، نفتحه بمحرر نصوص بي اتش بي، وبعدين تروح تسكر هذه وتكتب ايكو هاي. لا هو يا كيف الحال. طيب نجرب. راح نسوي تحديث هناك الحين، طلعت لك رسالتك كانت كتابتها قبل شوي. هذا الحين عندنا انه البي اتش بي اشتغل. اوكي خلينا نشوف ماي اس كيو ال بي اتش بي ماي ادمن. راح تكتب الرابط بي اتش بي ماي ادمن. اوكي خليني احط لكم مكبر، وين راح الفوكو؟ اي مكبر هذا هو. اوكي راح تكتب الرابط بالشكل هذا لوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن. اوكي راح ندخل على بي اتش بي ماي ادمن من هنا، هذا البي اتش بي ماي ادمن. لاحظ هنا راح تحط الباسورد، تحط الروت، تحط الباسورد اللي قبل شوي. اوكي نضغط انتر، ندخل
لاحظ معي عزيزي انه الان دخلنا على البي اتش بي مي ادمن اوكي. ايش في مشكل؟ كانه يسوي عاد رسالك شوي. هي داري انا مش المشكله. عموما هذه فكره اللي هو رقب خلاص يا شيخ. طيب هذه فكره اللي هذا زين. طبعا في بعض الحاجات من ضمن المود اللي قاعد اجرب عليه بعض الاشياء. طيب هذه فكره اللي هو تشغيل بي اتش بي المحلي. الان ممكن تعطي اي شخص الاي بي حقك على نفس الشبكه تمام. اكتب اف كونفج هذا الاي بي حق الشبكه الخاص بي وين راح ايثرنت هذا هو اوكي. هذا الرابط ممكن تعطيه لاي شخص على نفس الشبكه ويدخل على المواقع اللي انت تسويها ماشي. طبعا عشان شركه وشغله زي هذه ممكن تستخدم هذا. لو حطيت الاي بي هنا ضغطت انتر الان راح يطلع لك نفس الصفحه اللي هي اي اللي هي على روت السيرفر اوكي. طيب عند هذا درس اليوم. هذا الدرس مهم جدا يفيدك بصراحة إذا كان عندك شركة أو شغلة زي هذه وعندك موظفين حاب يستخدمون نفس البرنامج كل واحد من جهازه سو لهم برنامج بي اتش بي وعيش حياتك. يلا نشوفكم إن شاء الله في درس قادم. العط على وجهي يا أحمد مال الله.